المصري معروف بجدعنته، مش هتصدق ايه اللي عمله مصري في الامارات وقت ما شاف اسرة بتغرق في السيول، وازاي كان هيضحي بحياته عشان ينقذهم. تعالوا نعرف ايه حقيقة الفيديوهات المنتشرة دي، ومين هو المصري اللي بيتغنى بشجاعته شعب الامارات بالكامل. ركز معايا كده عشان تعرف الموضوع. اليومين اللي فاتوا انتشر صور وفيديوهات لمصري اسمه حازم سويد بيشتغل مدير في بنك مصر في دبي. الفيديوهات دي كانت عبارة عن سيول جامدة جدا في دبي، والعربيات غرقانة ومش باين منها أي حاجة. والصدمة بقى إن العربيات دي كان فيها أسر كاملة، وفي وقت ما كان حازم بيعدي لقى عيلة كاملة محبوسة جوه عربية في نفق، والمية محوطاهم من كل اتجاه، وقعدوا يستغيثوا بيه عشان ينقذهم، خصوصا ان كان في اطفال صغيره مش عارفين ينقذوا نفسهم من السيول دي. وفعلا قام حازم بسرعه وقلع هدومه وعان جوه ميه السيول، واتجه للعربيه وانقذهم كلهم في لفته انسانيه اشاد بيها حتى حاكم الامارات، لدرجه ان المركز الرئيسي لبنك مصر بالقاهره كرمه ووجه ليه الشكر واكدوا انهم فخورين بيه جدا. وكشف حازم في تصريحات صحفيه تفاصيل الواقعه كامله، وقال انه بيشتغل في الامارات من سنه 2002 مع اخوه، وترقى في الوظيفه لحد ما وصل لمنصب مدير المخاطر التشغيليه في بنك مصر في دبي، واستقر هناك هو ومراته واولاده. وقال حازم ان البنوك في دبي خلت الشغل كله من البيت بسبب الظروف الجويه الصعبه جدا، ما عدا 25% من طاقم العمل لازم يروحوا ويكونوا في المقر، وحظه انه كان من الناس دي. والواقع بدأت وقت ما كان ماشي وسايب مقر البنك الساعة 2:30 الظهر، وهو ماشي شاف عربية جوه نفق وموجود فيها عيلة هندية، وقعدوا ينادوا عليه بصوت عالي جدا، وما فكرش كتير وطلع يجري على العربية اللي فصلت عنها الكهرباء وحاول يفتح الأبواب، وقعد يعوم حوالين العربية عشان يعرف يطلعهم. وفعلا عرف حازم ينتشل للابن الصغير وطلعه فوق العربية، وبعدها طلع الزوجة وأنقذهم. وبخصوص تصوير الفيديو اللي صوروا ناس أجانب كانوا واقفين وشايفين الموقف من أوله، وكانوا مش عارفين ينقذوا العيلة الهندية من الغرق. وطبعا اللي حصل في الإمارات اليومين اللي فاتوا ما يخطرش على بال حد، وشفنا كلنا فيديوهات لمولات انهارت وباظت تماما، وكمان عمارات اتهدت، ده غير ان في مطارات باظت. وبسبب كده وزارة الداخلية طلبت من المواطنين انهم يلتزموا البيوت وما يطلعوش منها نهائي، وتعتبر السيول دي هي الاضخم من 75 سنة، وده تسبب في اصابة ناس. ولحد النهاردة الامارات لسه بتقيم الخسائر اللي حصلت في البلد، واتدخل رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونشر بيان ليه طمن فيه المواطنين في البلد، ووجه انه طلب من الجهات المعنية في البلد حصر الضرر، وكمان يقدموا كل الدعم اللازم للاسر المتضررة، خصوصا ان في طرق انهارت ومحلات بقاله كل اللي موجود فيها باظ، وتحولت الشوارع لانهار. والمفجع في الموضوع ان في اخبار انتشرت ان في ناس مفقوده، وكمان ناس رحلت بشكل مأساوي، ومش الامارات وحدها اللي حصل فيها كده، لا دي عمان هي كمان اتعرضت لنفس السيول، والبلد حصل فيها خسائر كبيره جدا. وفي النهايه طبعا بنتمنى السلامه لكل اخواتنا في الامارات وعمان.